الأول كلميني عن التكريم أول امبارح، واهتمام الرئيس دايما إنه يبقى فيه احتفاء بالشهداء وبأسرهم، زوجاتهم وأمهاتهم وأولادهم. كلميني عن الجزئية دي، أنتوا بتلاقوها بتستقبلوها إزاي كأسر شهداء؟ هو الحمد لله يعني ربنا كريم من وقت الاستشهاد، ويعني وزارة الداخلية، إدارة العلاقات الإنسانية، قيادات الداخلية برضو يعني من وقت للتاني كده متابعينا. إذا كان عندنا مشكلة هم يعني الحمد لله بيقدروا يتعاملوا معاها. القوات المسلحة برضو كانوا على اتصال بينا بشكل شبه مستمر، برضو بيطمنوا على الأولاد وبيطمنوا على أحوالنا باعتبار والده لواء أركان حرب قوات مسلحة. أول مقابلة بالسيد الرئيس كانت في عيد الفطر اللي فات، كان في احتفالية بمناسبة عيد الفطر ودعوة جميلة لأسر الشهداء، وكان في تكريم جميل ليا وللأولاد في اليوم ده، وكان في بقى جو لطيف جدا بقى بعيدا عن الرسميات. الأطفال كانوا بيلعبوا وهو كان يعني بيهتم ان هم يعني يبقوا مبسوطين في اليوم ده. التكريم بتاع عيد الشرطة السنة دي كان الحمد لله يعني مصطفى أخد يعني اسم الشهيد، أخد وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة، وهو الحقيقة يعني يستاهل كده ويستاهل أكتر من كده كمان. يمكن يعني كان نفسنا برضو إن هو ياخده بنفسه، يشوف ده مش بنفسه. مش وهو شهيد يعني، بس ربنا أراد إنه إحنا اللي نستلمه عنه. يعني هو الشهيد مصطفى استشهد إمتى؟ وكلميني عن ظروف استشهاده يا مدام آيات. أنا عارفة إنه بيبقى صعب، وانا اسفه جدا ان انا اذا كنت هدايقك او يعني هسالك يعني، بس احنا دايما بنفهم اولادنا انه بابا عشان تبقى فاهمه، لانه ما حدش حاسس الحقيقه بالتضحيات اللي بيقدموها شهدائنا غير انتوا يعني، غير اسرتهم. فانا اسفه طبعا اذا كنت هضغط عليك. واكيد طبعا هو يعني وحشنا ومفتقدينه في كل اوقاتنا، بس يعني عزائنا الوحيد ان هو في مكانه جميله طبعا، وهو ودايما بنفهم ولادنا ان هو بطل وعمل عظيم، وعشان كده الناس بتكرم اسمه وبيهتموا بيهم. هو استشهد امتى يا مدام ايات؟ يوم 5 يناير 2019، يعني من سنه قريب كانت ثانويته بالظبط. وظروف الاستشهاد كانت ايه؟ خلينا برضو نقول للناس العمليه اللي استشهد فيها كانت ايه العمليه. جالهم بلاغ، مصطفى ضابط مفرقعات، وبرضه بشهادة رؤساء وزملاء وضابط متفوق في الشغل ده، هو كان بيحب شغله ده جدا. جالهم بلاغ انه في اشتباه بوجود متفجرات في منطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر. المتفجرات كانت موجودة فوق سطح المسجد، وكان مجاور للمسجد كنيسة العذراء وابو سيفين. ده كان قبل عيد الميلاد المجيد بيومين.